هاي الكبة النية أكلة معروفة بلبنان بسوريا وبفلسطين، اعتبرت الضيف الأبرز بالتاريخ الغذائي اللبناني لأنها بتعتمد على البرغل بالدرجة الأولى. تسمية الكبة مشتقة من كب كوب يلي بتعني الشكل الكروي. اختلفت التحليلات حول مصدر هالطبق، فقسم بيعتبر انه بلش بلبنان وقسم تاني بيقول انه انطلق من قرية كفرمو بجبل بريشة بشمال غربي سوريا. بعض المؤرخين بيعتبروا انه اصل الكبة بيعود لمدينة أورفا التركية المشهورة بالكباب، وروايات تانية بتعيدها لزمن النبي إبراهيم وقصته مع النمرود يلي جمع كل الحطب والأخشاب بالمنطقة لحرق إبراهيم، فابتكرت إحدى السيدات الكب النية بعد مزج اللحم بالبرغل وهرسه بالحجارة. مين قال إنه بعض المصادر بتقول إنه اللبنانيين عملوا الكب النية أيام الاحتلال التركي لما يطلع نار من مداخنهم ويشوفوها الأتراك؟ أنا قال بشوفكم بكره.